وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من المنامة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق العامر. سيد العامر، بالنظر إلى التاريخ القطري المسيء للدول الأربع التي قطعت علاقاتها بقرار جماعي بعد سنوات من استمرار النظام في قطر في زعزعة أمنها، كيف ترى أهمية اتخاذ هذا القرار بمنع إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين إلى داخل البحرين؟ أولا أمسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام، وكل عام البحرين قيادة والشعب بألف خير. بالنسبة حق السؤال، أنا شايف أن يعني لكل فعل ردة فعل. إحنا لما ننظر إلى ردة الفعل التلقائية من البحرين هي نتيجة فعل شائن، فعل مستمر، فعل مستمر لخلق وزعزعة الاستقرار في البحرين. وبالتالي البحرين قيادة وشعب مسؤول عن حماية أمنها وحماية مواطنيها بكافة السبل. ليس هناك من يلوم على البحرين. البحرين من أوائل الدول التي تراعي حسن الجوار، من أوائل الدول التي لا تسعى إلى شق الصف، بل القيادة البحرينية أبا عن جد تشدد دائما وحريصة دائما على توثيق العلاقات مع أشقائها في محيطها الخليجي أو الإقليمي أو العربي. ولم يصدر قط في طوال تاريخ البحرين أي محاولات لشق الخلاف مع جيرانها. ما يحدث الآن هو استمرار، هو إصرار من قبل القيادة، تشويه وخلط أنساب المفاهيم، انتهاك شرف المنطق والحكمة، وسير نظام القطري عكس اتجاه القوانين والأعراف. وبالتالي لزوما على البحرين ودول مجلس التعاون أن تحمي أمنها واستقرارها وشعوبها. ما هناك من الأدلة وفي أيدي الأمن البحريني كذلك الأمن الخليجي يدين قطر ويثبت بالدليل القاطع أن قطر تسعى لزعزعة الاستقرار في البحرين. لو جينا على سبيل المثال، هناك من الأدلة الكثيرة، لكن البحرين تأبى وتترفع عن أن هي تصطاد في الماء العكر. لكن من الأدلة موجودة أن أفراد قطر تمول الإرهاب في البحرين كما حدث في 2011 وما زالت الآن، لإجهاض عملية الانتخابية المقررة في نوفمبر القادم. كذلك أياديها تمتد إلى عناصر إرهابية في دول أوروبية وتحديدا في لندن للتأجيج وإلى إثارة الفتنة و زعزعة استقرار البحرين. وبالتالي لو لخصنا في كل هذه الأمور، نرى أن البحرين يعني استفاضت في التسامح. قيادة البحرينية بالفعل رغم ذلك كله سيد العامر، وفي سياق هذا القرار أيضا سعت البحرين إلى يعني حاولت بقدر الإمكان لم الشمل، بحيث أنها سمحت للطلبة القطريين المتواجدين في البحرين يعني إكمال دراستهم وتواجد على أرض المملكة، وكذلك المواطنون القطريون الحاصلون على تأشيرات يعني سارية وصالحة. بالتأكيد البحرين، وحتى البيان الأخير، أنا بعجبني في البيان الأخير أن البحرين تشدد على أن هذا القرار لا يمت بصرها للشعب القطري، ولا تسعى البحرين قيادة وشعبا للإضرار بالشعب القطري، لأن الشعب القطري ضحية هذا النظام، كما أن شعوب دول المنطقة كلها أصبحت ضحية هذا النظام. وهذا النظام سيكبد خسائر كبيرة، يعني الشعوب هذه شعوب الخليجية وتحديدا الشعب القطري سيدفع أثمان باهظة في المستقبل جيل ورا جيل نتيجة الحماقات التي يمارسها النظام القطري الحالي. للأسف هو شق اللحمة والتماسك بين مكونات المجتمع الخليجي. كنا احنا دائما نفتخر ان احنا شعب واحد، لكن ابى ان هذا تستمر اللحمة في تماسكها عمد بشكل متعمد مع سبق الإصرار الى خلخلت هذا التماسك الخليجي. للأسف. نعم، إذن من المنامة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق العامر، شكرا جزيلا لك.